بسم الله وعلى بركة الله ترشح للدائرة الثانية، كذلك تلبية للواجب الوطني المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ولتصحيح المسار الذي تلاه خطاب السامي، ونتقدم إن شاء الله لكم في كذا مشروع في هذه الدائرة وفي جميع دوائر الكويت. نسأل الله التوفيق على خدمة الكويت وأهلها، وهذه مسؤولية نتحملها في متابعة القضية الإسكانية، سلم الرواتب، كذلك التركيبة السكانية وسكن المرأة والمشاريع الشبابية، ونسأل الله التوفيق في خدمة الكويت وأهلها، وهذه مسؤولية نتحملها إن شاء الله. قواكم الله. اسم الدائرة بس معكم، اسم الدائرة مرة ثانية. فهد أبو شيبة، الدائرة الثانية.